مدمرة أمريكية تشعل توترا بحريا مع الصين. ميدفيديف يهدد بحرب نووية إذا اعتقل بوتين. لأول مرة في تاريخها لندن تتزين في شهر رمضان. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. في وقت يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في منطقة بحر الصين الجنوبي، تسببت المدمرة الأمريكية ميليوس بأزمة بحرية بين الجانبين. الجيش الصيني قال إنه طرد المدمرة بعد دخولها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني حول جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي، مضيفا أن قواته ستبقى متأهبة في جميع الأوقات، فيما سارع الجيش الأمريكي لنفي تصريحات بكين معتبرا أنها كاذبة وأن أمريكا ستواصل الإبحار في المنطقة وفقا للقانون الدولي. تهديد نووي جديد أطلقه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف ضد الغرب، محذرا من أن احتمال القبض على رئيس بلاده فلاديمير بوتين في الخارج سيؤدي إلى حرب نووية. كلام ميدفيديف جاء بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة اشتراكه بجرائم حرب، فيما أكد ميدفيديف أن روسيا تتمتع بتفوق في مجال الأسلحة النووية، ولولا ذلك لكانوا مزقوها بحسب تعبيره. لأول مرة في تاريخ العاصمة البريطانية تزين شارع كوفنتري أحد أكبر ميادين لندن بأكثر من 30,000 مصباح احتفاء بقدوم شهر رمضان المبارك. عمدة لندن صادق خان شارك في إضاءة الفوانيس، وهو واحد من بين أكثر من مليون مسلم يقيمون في لندن ويحتفلون بشهر رمضان سنويا، فيما ستقام فعاليات رمضانية في مناطق أخرى في العاصمة، من بينها إفطار مفتوح في متحف فيكتوريا وألبرت في جنوب كنسينغتون. انطلق لكنه فشل في الوصول. أول صاروخ مصنوع بتقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد فشل في الوصول إلى الفضاء بعد أن تم إطلاقه من ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب خلل طرأ أثناء الرحلة. تيران واحد الذي طورته شركة ريلاتيفيتي سبيس هو صاروخ غير مأهول، كان يفترض به أن يثبت بأن مركبة فضائية مصنوعة بتقنية 3D يمكنها أن تتحمل العوامل القاسية شأنها شأن المركبات الفضائية العادية، لكنه لم ينجح بذلك. بعد نحو 200 عام على وفاته وباستخدام 5 خصولات من شعره، استطاع العلماء معرفة السبب الدقيق لوفاة العبقري الموسيقي بيتهوفن. العلماء توصلوا إلى تسلسل الجينوم الخاص ببيتهوفن وبالتالي السبب الذي أودى بحياته، حيث تبين أنه كان لديه استعداد وراثي للإصابة بأمراض الكبد، كما كان مصابا بفيروس التهاب الكبد بي. يذكر أن تشريح جثة بيتهوفن كان أظهر فعلا أنه مصاب بتليف الكبد، لكن البحث الجديد أشار إلى وجود عوامل عديدة وراء مرضه.